لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، هو حال المهجرين في بلدهم ممن هجرتهم ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، لتجد من محافظة الضالع مقاما لها 7 أسر من بني غالب اضطرت لبناء هذه الخيام كمساكن تأويها بعد تعرض منازلها للقصف والنهب والإحراق من قبل الحوثيين حد قول المهجرين. لقد تم تدمير بيوتنا بالكامل بالحريق، لدرجة أننا لم نستطيع إنقاذ أي شيء من ممتلكاتنا وأثاثنا وأجهزتنا الخاصة بنا الذي في بيتنا. المهجرون حلوا ضيوفا عند إخوانهم المهمشين بمخيم سهدة، ليبدأ بعضهم بنصب الخيام، وآخرون لجأوا لبناء مساكن من بقايا نفايات مصانع الأحجار، فيما البقية توزعوا في مبان مكشوفة لتتوزع معهم انتهاكات الحوثيين ويتقاسمون شظف العيش ومرارة التهجير. وخرجوا هنا من بيوت احنا مجردين، نحن نرقد بين برد، لا معنا الفيا ولا معنا بطانيات ولا معنا بيوت، اللي مليان بقعة واحد فوق واحد. انتهاكات جسيمة بحق المهجرين ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، يقول حقوقيون بأنها ترقى إلى جرائم حرب. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، يجب أن ترفع الدعاوى ضد الميليشيات الانقلابية التي ترتكب كل يوم جرما جديدا بحق المدنيين العزل الأبرياء. يجب أن تقدم هذه الدعاوى إلى المحاكم الدولية لينال هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمون جزاءهم العادل. يدفع المهجرون ثمن حرب لا علاقة لهم فيها، ليكونوا ضحايا بين انتهاكات الحوثيين من جهة، وبين إهمال الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية من جهة أخرى. فإلى متى سيستمر مسلسل الانتهاكات بحق المدنيين؟ وأين هم من يتفوهون ليل نهار بحقوق الإنسان؟ عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.